50 seconds وهنبدأ المرة التانية على طول. تمام، هظبط الوقت. Rest Like on 30 Facebook, seconds. Guys. Yep. I have just made you live streaming on Facebook, Mahmoud. يلا بينا. تمام. ها علي. Ready, go. واحد. Throw, grab. اثنين. Go down. ثلاثة. أربعة. خمسة. أيه. لو حد عنده مشكلة في ركبته برضه ما ينزلش لحد الآخر يعني، لو حد عنده injury ولا حاجة. احنا معانا ناس عندها 16 سنة و15 سنة. injuries ايه؟ يلا دي كانت مرة وآخر مرة. Third and last علي. set. أنزل. أحافظ إن أنا ركبتي دايما تفضل لبرا. Keep your knees outwards. Keep your knees looking outwards. برافو يا عمر. عمر شادي. هنا برافو. تمام كلنا خلصنا. الغالبية خلصت. اهو معانا اخونا من الامارات تقريبا. شوف كابتن كوتشيناج اهو بص هو ركبته وجعه وايد اهو. مين ده؟ لا دي اختنا من الامارات اهي. شوف شفت ان الناس ركبتها بيضة. اوكي يلا بينا هنبروجرس بقى شويه في الموضوع وهنعمل نفس الكلام بس بستبس لقدام والورا بمارشيه وبرومبي. لو سمحتوا بطلوا تكتبوا الشاتنج وركزوا في التمرين. ممكن كابتن عليا تشرح ال So we're going to do the same workout but with advances and retreats. So throw, grab, advance, throw, grab and retreat. هنعمل ده بقى بالوقت هنشتغل 30 ثانية وبعدين نريح ونشتغل 30 ثانية تاني ثلاث مرات. الراحة قد ايه كابتن محمود؟ نفس الوقت يعني 30 ثانية هنشتغل و 30 ثانية هنريح. اوكي. Alternating 30 seconds workout, 30 seconds rest. يلا ممكن نبدأ؟ سعيد؟ Ready؟ علي؟ Go. Grab. And throw forward, not upwards, not downwards. Grabbing the wet, grabbing the glove. برافو يا احمد. Throw, grab. Throw, grab and move. برافو يا اسيا. افضل قاعد على رجلي. Make sure it's ايه. جوانتي فوق قوي الناس بتقول محدش يقف لما التايم يخلص. الت. جانا خالد برافو. اخوات التمرين ده بالتايم ما حدش يقف غير لما التايم يخلص. يا ريت يا جماعه واحنا بنمسك الجوانتي ما نقفش على رجلينا دايما قاعد على رجلي ديب على قد ما اقدر. احنا عندنا 30 سكند هنريح وهنبدا تاني. انا بحسب التايم اون جارد. علي علي
keep your knees bent and stay bent. Halt. Halt. Stop. عايزين بقى في المرة التالتة دي نصعب شوية فاحنا هنشتغل هنعمل جبل ومع اللي كابتن أجو هتقوله مع مارشية أو رومبي هنعمل الأكشن يا إما بمارشية أو برومبي. We will do it in a shuffle. With the call of Coach Nagwa, we will do advances or retreats. So on the call, on the count, we will do advances or retreats. But we will start with shuffle. Ah, on guard. Ali. Alternate your feet, right Marchi. And left. Marchi. Rombi. Marchi. Rombi. Marchi. Stay down, keep your waist stable. Marchi. Rombi. Alt. Stop. Bravo. كابتن علاء احنا ممكن نعمل الجيم دلوقتي هو علاء stepped out اصلا طيب احنا هنعمل جيم كده بسيطه بالارقام مع كابتن نجوى هنقول الواحد يعني مارشي والاثنين يعني رومبي والثلاثه يعني لونج مع كابتن نجوى هتقول لنا الرقم بس هتقول لنا رقم يعني من واحد مارشي اثنين رومبي الثلاثة لونج فانديين وحضرتك هتقول لنا رقم مثلا 21 فاحنا هنعمل الرقم الاولاني 2 فهنعمل رومبي والرقم الثاني 1 فهنعمل مارشي فهتقول لنا رقم دايما يعني من ثلاث او اربع ارقام ممكن مثلا 221 او هكذا اوكي 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 عمر بقى يقول لنا مين بيعمل صح معرفش عمر لسه موجود ولا لا تايم قد ايه برضو تايم 30 ثانيه برضو وعمر بقى يقول لنا مين بيعمل صح ومين لا نعمل اكزامبل مع 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 الكابتن عشان يفهموا اوكي وي ار جونا ستارت ذا جيم نمبرز ويل بي كولد 1 فور ادفانس 2 فور ريتريت 3 فور لانش So if a number is called 1, we're going to advance, 2 for retreat, 3 for launch. The numbers will be combined, so it might be 21. So it's a double of 1, correct, Mohsen? Or we're going to start yes, with... Yes. So 2, 1, as in 2 advances, or 31, 3 advances, or 31. No, 31, يعني launch, 31 advance. Yeah. So the first number is the move, and then the number after that will be the counts or the sets. So 31 will be لا. One launch. علي الاثنين هم الاولاني يعني الاثنين موفز يعني مثلا 21 يعني رومبي وبعدين مارشي. تمام خلاص اوكي. سوري يعني يس. So 33 فاندي فاندي. فاندي فاندي double launches. So if it's 33 for example so it will be a launch. Example launch. ممكن نعمل example. معايا قول لي. On guard. 21. 12 31 كله عرف اوكي everyone كله يمسكوا السيف امسكوا السيف لو تقدروا تمسكوا السيف امسكوا السيف If you can hold your weapon do that grab your weapon or the plastic stick or the broomstick whichever you've got كله فهم؟ ممكن نعمل مرة وعمر بقى يشوف مين فاهم ومين لا. اوكي وهشغل 30 ثانية. اوكي. اوكي. On guard. You guys ready? Ali. Go. 11. 22.
32. Twelve. 23. 31. Alt. Stop, everyone. دي كانت تجربة. ها كابتن عمر الناس عارفة ولا مش متلخبطة؟ فهمت. اللي هيتلخبط يعمل بوش اب على طول، هنجيبه هيعمل بوش اب على طول على طول مش هنسيبه. لا فهمه هم فهم. بوش اب يا جماعه احنا بنعمل بانتنسيتي قليله، بس المهم ان احنا نبقى مركزين في اللي احنا بنعمله، اركز على قد ما اقدر ان انا كل محاوله فيا عندي تبقى مظبوطه. عمر هيقفشكم واحد واحد هتعملوا بوش اب. ها عمر احاول اركز عشان ما ابقاش من اللي بيعملوا بوش اب. It's not about speed, it's about quality. Take your time and do it right. لهم بوش ابس برضه الاجانب مش هينفذوا من العقاب. Okay. If you miss it and do it incorrectly, you'll do push ups. Ali. 22 22 23 31 عاد تقريبا انا عمر اللي بلغ بقى الاسامي. لا لحد دلوقتي لسه في اول واحده، هم محدش غلط وانا بلف عليهم كلهم. طب نبدا نركز على الارقام. ثلاث ارقام بالظبط. ثلاث بقى ارقام صح بقى، نشوف حد يقع. ثلاث ارقام. طيب قول لهم بالاجانب. We will be using three numbers now. Three numbers, three actions after each other. Ali, 321. 123. If you're delayed, there's push-ups. 131 132 312. Alt. See how every single motion is separated. It's not blended. You're not jumping up and down. He's doing every single action, taking its time. يا جماعة محدش غلط معقولة؟ عندي سما وأنا غلط. يلا. يعني قطع غلبانين. أنا قلت طيب أنا لقطتهم. بلغت عنهم كده كابتن حسام. يلا 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 يلا. عنجد. 10 10 بوش. عنجد. يلا فاضل لنا مرتين كمان، عندنا دي ومرة كمان. عنجد. علي. Are you ready? Go. 231 132 321 312 213. Alt. Yeah, كان فاضل لي سنة وعمل بوش اب. فلت. الفندق رحت قلبتها مرشي في اخر لحظة. فين يا عمر؟ فين الناس؟ هو يا عم الناس مشغلة لوحديها اهي، الناس كله بيعمل صح. عمر عاوزينك تبلغ على طول، اللي يعمل غلط يكتب اسمه على طول. عمر تبقى طيب كده يا عمر، ما ينفعش. بس احنا كده ممكن نصعب عادي. كده نحط اربع ارقام وكده. جد.
يلا دي آخر مرة. Last set. Ali. Go. 133 133 Alt Stop. يلا بقى محسن كلم اخته. نيران صديقه، نيران صديقه. يلا بوش اب يا جماعه، بوش اب. هنحطكم تشالنج تايم. تشالنج تايم يلا خلاص. تشالنج تايم اتس فور ذا فول ويك، سو وان تشالنج ا ويك. سو سند يور فيديوز تو ذا سايد باي سايد انستغرام مسجز اند ذا فيسبوك مسجز، سو اتس بوستد. One challenge every week. Send as many as you can, you guys. ركزوا عشان تعرفوا التشالنج. ركزوا معايا. التشالنج المرة دي ممكن يكون بالسيف. أنا مش عارف كل الناس معاها السيوف ولا لأ. حتى لما معهمش هيستخدموا حاجة تانية، مش مشكلة. أوكي. طيب. التشالنج هيبقى زي كده. إيه؟ الماسك لو في ثانية واحدة بس هجيب الماسك. جماعة التشالنج بيتعمل بالماسك. Everyone grab your masks. Bring your mask. You will need your mask for this challenge. طيب التشالنج هيكون على زي كده 3 levels. اللي يعرف يعمل بقى أسهل حاجة، اللي ما يعرفش ممكن يصعب شوية. سوري، اللي يعرف يعمل الأصعب يعمله. So there will be 3 grades for this challenge. Beginners, intermediate, and advanced. أنا كده باين ولا لأ؟ باين. قرب علينا خطوة. أوكي. هثبت السيف على إيدي. ده أسهل ليفل. هثبت بس السيف على إيدي وأحاول أثبت أكتر وقت ممكن. لو أنا شاطر قوي ممكن أعمل ستيبس. لقدام والورا. لو انا شاطر قوي قوي بقى ممكن اعمل لانج، بس انا مش هعرف اعمل. خلي بالكم بس ما تكسروش حاجه في البيت، المرايات والحاجات. شوف شكل. اوكي، so for the beginners challenge, put your masks on the tip of your finger. On the tip of your finger you're gonna balance your weapon. This is the beginner's phase. The intermediate phase, start moving, advances and retreats. This is the intermediate phase. For the advanced, but please have precautions at home, you can launch. If you have enough space, do it. If you don't, don't. Even the Olympian doesn't have enough space, so he won't. Experience. اللي ما عندوش سيف ممكن يعملها بعصايه برضو يعني. You can do it with a stick or... Okay. Use the stick or the plastic sword or anything you've got. Doesn't have to be your weapon if you don't have weapon. انا شايفه ناس عماله تعمل. والبسوا الماسك اللي بيشتغل من غير ماسك ده الكوكي هيجي في وشه. لا لا، ما حدش يشتغل من غير ماسك. مش هنك. We want to accept the challenge if you're not wearing your mask. That's a very good. This is a very good approach. If you're not wearing your mask, we will not post your video. Make sure to have your mask on if you're holding a weapon. طب سؤال، لو ماسكين عصاية بلاستيك عادية ايه؟ هو حماية عشان وشهم، لو وقعت العصاية برضو على وشهم هتأذيهم. خلاص it's a general rule. بس قدامنا سبيس عشان ايه ماما ما تقتلنيش انا. بص جنى، احمد جايبة عصاية دعوكاز بتاع جده ولا ايه؟ انا شايف ادم اهو بيعمل حلو. خلي بالكم لو جبتوا عصاية وقعتوها كسرتوا حاجة، العصاية دي هتضربوا بيها بعد كده. خلي بالكم. يعني اخر حاجه، لو هو صعب قوي على التيب بتاع الفينجر ممكن احطه في نص ايدي.
If you cannot put it, or if it's very difficult. If it's very difficult to put it on the tip of your finger, put it in the middle of the palm of your hand, in the middle of your hand. Try not to catch it. Don't grab it. Just balance it on the palm of your hand. وريهم يا محمود يعني حط إيدك كده ووريهم if it's not on your tip of your finger how it will be. كده ممكن يكون أسهل. كده أسهل. As illustrated. تمام. الناس بتطالب بالصورة مش عايزين ننسى الصورة بس هناخد وقت. أنا شايف آلاء بتعمل حلو وسيف برازر سيف. لا هم كده كده هيصوروها هيصوروها التركية محسن هم هيصوروها هيصوروها ينزلوها صوروها وبعتوها لي وبعتوها لعلاء ما يحطوها سايد باي سايد حطوها سايد باي سايد and we will tag you هنتاجع محمود وهنتاجع علاء واحنا هنعمل لكم اسمها ايه لما نعمل معلش بس ايه تاج اسمها ايه ده لما لا لما انا اعمل ريبوست 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 سامحوني يا جماعه تكنولوجيا برافو يا رؤيه رؤيه وجانا البسوا ماسك يا رؤيه والبسي ماسك يا جانا طب يلا اتمرنوا بقى اقعدوا اسبوع اتمرنوا عليها وبعتهم لنا في اي وقت خلال الاسبوع ما تستعجلوش البسوا الماسك البسوا الماسك وبعد عايزين وشكم يطلع في التشالنج بعد ما تخلصوا التشالنج لقوا الماسك وحيونا نبقى مبسوطين قوي يعني ومش لازم نعمل ستابس ممكن بس نسبه تمام 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 يلا الصوره هناخد بس وقتنا ريكوست يا جماعه ما حدش يعمل تشاتنج عشان التشاتنج بيطلع في الصوره فعمر باسم ما تعملش تشاتنج اقول لك تو ايزي ماشي ماشي يا عمر خلاص المره الجايه اوقف لك السيف على مناخير وريني بقى تعملها ازاي هناخد الصوره المره دي ازاي هي نفس البينت ولا انت عايز ايه هي نديها كده ممكن ندينا الاثنين بقى المره دي عشان احنا بينا جامدين جدا طيب ادينا الاثنين انا مش شايف نفسي انا ظاهر موجود معاكم انت ظاهر خلاص خلاص عمر الموجود يلا بينا مريم ما تبعتيش تشات عشان نعرف ناخد الصوره نعد من 1 ل 10 يلا ادوني بس فرصه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هايل 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 شكرا شكرا محمود شكرا يا كابتن يلا اشكروا بقى على الشات خلاص اكتبوا بقى على الشات براحتكم التمرين خلصت اعملوا ستريتشنج اعملوا ستريتشنج اعملوا ستريتشنج مهم جدا لكل الماسلز ان شاء الله بعد كده التمارين اللي جايه هنديكم معلومات ازاي تستخدموا الفوم رولر اوكي الناس اللي جابت فوم رولر نديكم معلومات ازاي تعملوا ستريتشنج وكولينج داون بعد التمرينه وان شاء الله هيبقى في جيست دايما ان شاء الله محمود يكون انبسط فان شاء الله يجي معنا تاني ان شاء الله يلا احنا عندنا تمرين تاني دلوقتي صح فكرتني ليه قلت لي كابتن ياسمين جت بتبارك لك يا علاء عشان طلعت من احسن في على العالم الف مبروك يا علاء شكرا جزيلا شكرا شكرا من احسن 100 اساطير على العالم شكرا جزيلا من منورنا اتعلموا بقى يا جماعه من كابتن ياسمين يعني ما شاء الله يعني مش مبروك علي الله يبارك في حضرتك يا كوتش شكرا يا كوتش انا عايز اشكر محسن انا بس كنت عايز اقول حاجه بالنسبه للتشالنج محمود كابتن محسن على كان احنا في الصبر بنعمل التشالنج ديت على اللسان يعني حط السيف على اللسان على طول يعمل يا نهار الصبر لا دي صعبه دي على اللسان دي صعبه
نعقمه بس الاول، نعقمه الاول. ايوه ايوه تيتانوس على طول دي يا شيماء. مش ناسين هيجربوها والنبي بلاش. شكرا يا محسن قوي، الصبر كفايه يجربوها. لا بس فاهم مبروك على ياسمين، شكرا جزيلا، احنا فخورين فيك بجد والله. شكرا طبعا مبروك يا كابتن علاء، فعلا رفع راسنا على طول يا علاء. ايوه يا رب دايما ان شاء الله. شكرا على السيشن، تعيش وتسطر بايدك بقى تاريخك دايما. ربنا يخليك ان شاء الله. ميرسي يا علي على الترانسليشن، ميرسي يا كابتن نجوى على السيشن الحلو، وميرسي كل الكباتن. شكرا يا كابتن شيماء، اشوفكم على خير. ميرسي يا محسن قوي، شكرا ليك كلكم يا جماعه. متوالي كابتن متوالي لو موجود، كابتن متوالي لو موجود ابعت لي اسم حد يكسب من اسكندريه. بليز سمعنا ابعت معاك وايد. ماشي خلاص، ابعت لك عشان احنا ناسيين اسكندريه. انا بس كنت عايز اقول حاجه، ان انا مبسوط ان انا موجود في مبادره زي دي، ومبسوط ان انا موجود مع مدربين زي دول. ان شاء الله يعني. طبعا يا كابتن علاء على الاسطوره دي، واشكر المدربين كلهم، واشكر طبعا كابتن محمود. شكرا يا كابتن متولي، شكرا. مدرب شاب واعد، ان شاء الله ربنا يكرمه يا رب. ربنا يخليك يا رب. السلام عليكم. يلا باي باي. طيب يا جماعه نروح الاجتماع بتاعنا، عندنا بقى ميتنج. كابتن علاء شكرا، كابتن محمود نشوفكم ان شاء الله. قابل يوم الثلاثاء. كابتن ممدوح منورنا. كابتن ممدوح ازي حضرتك يا كابتن ممدوح؟ كابتن ممدوح ربنا يخليك يا كابتن نجوى. كابتن ممدوح وحشني والله. ازي حضرتك؟ نور الدنيا. وعندنا كابتن محمود صبري برده مشارك معانا. انا سعيده ان انا شفت حضرتك كابتن ممدوح. ربنا يخليك يا كابتن نجوى، ربنا يخليك. في محمد عادل من السعوديه. ربنا يا كابتن علاء مشرفنا. مجموعة حاجة تشرف وتفرح، وإن شاء الله اللي جاي أحسن بإذن الله تعالى. إن شاء الله إن شاء الله. محمد يعجل منورنا. الله يخليك، ده نورك يا كوتش. مرن النهارده ولا ايه؟ النهارده تمرين طبعا. التمرين اونلاين يعني اعمل ايه؟ يعني انا اقول ايه؟ بيحضر بيحضر اونلاين بيحضر. طب والله برافو عليك يا محمد. بيحضر فين؟ طب يبعت للكابتن بتاعته انه بيحضر حضرتك عشان نشوفه بعد اذنك. حاضر يا كوتش، ويمكن بس خايف تشوفه الكابتن بتاعته ولا حاجه. بس لا لا لا، كله معلش، ما كله بيترعب في الاول، بعد كده بيمشي، بعد كده بيكمل رعب عادي، مفيش اي مشكله خالص. شيماء محمد مخبي عليكي، هو اتمرن معانا النهارده على فكره. طب كويس، ده حاجه. انا مش عايزه محمد، انا ابن حضرتك هو اللي معايا. محمد ده يهمنيش على فكره، شفناه بيتدرب كتير قبل كده. بس صوت عايزين ده محمد. ازيك يا كوتش؟ ازي حضرتك كابتن محمد؟ صاحبي عامل ايه؟ ازيك يا صوت؟ خير الحمد لله، بخير. تسلم، الله يخليك حبيبي. كابتن ايمان منورانا. يا كابتن ايمان والله يعني شكرا لحضرتك. ايمي ايمي جميله. ايه ده مسلم معانا؟ ما شاء الله. دي قاعده بتحاسبنا على تسليم النهارده. بشكر انا بلاش الرئيس السيسي حضانه تقريبا. هو احنا في سيشن يوم الثلاث والخميس باذن الله. كده تمام؟ اه طيب ماشي خلاص ان شاء الله. يلا اشوفكم على خير جميعا ان شاء الله. شكرا كابتن نجوى على السيشن الحلو. شكرا كابتن علي. شكرا حضرتك يا شيماء. سلام عليكم. ايوه كلمين. يلا بينا. طيب هكلمك على طول عشان النهارده ليله وتريه حضرتك، عايزين نقعد نصلي. ها بقول نتوب، بقول نتوب عشان ربنا يرضى عننا يعني. مش كده؟ ماشي يلا. سلام عليكم. سلام عليكم. Thank you.